صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ فطين. دلوقتي انا عاوزك تجاوبني وبمنتهى الصراحه، مين دول وعلاقتهم بيك ايه؟ دول يا فندم دول بونبوني وستيشن يا فندم. ما هم قالوا لي ان هم بونبوني وستيشن، ايه علاقتك بيهم وليه ظبطناهم بينطوا من فوق السور؟ ها ما انا حضرتك انا كنت عاملها لحضرتك يعني مفاجاه حضره الضابط، قصدي حضره الناظر. ايه طريقه جديده كمان في التدريس ولا ايه؟ يا فندم هي دي اشكال التلاميذ تستفيد منها. امال ايه بس يا استاذ فاطين فهمني. يا فندم دي طريقه جديده للتزويغ، قصدي ضد التزويغ. ازاي يعني؟ حضرتك انا لاحظت الفترة الأخيرة يا فندم إن عدد الطلبة والطالبات اللي بيزوغوا من فوق السور كتروا قوي في الفترة الأخيرة، فأنا فكرت علشان أعمل حصر ومنع لعدد المزوغين والمزوغات، ففكرت قلت طب إيه المانع إن أنا أجيب بونبوني وستيشن وأوقفهم فوق السور يا فندم بتاع المدرسة علشان يمنعوا ويراقبوا كل الطلبة اللي عايزين تسول لهم أنفسهم وهم بينطوا من فوق السور في طلبة الثانوي. ده احنا يا فندم المفروض والله نحييهم ونشجعهم. برافو برافو ستيشن، برافو بونبوني، برافو برافو، ونشجعهم يا فندم. ظلمناهم يا استاذ فطين، لكن ليه لما ضغطنا عليهم وسالناهم انتوا بتشتغلوا ايه قالوا احنا بنشتغل حراميه؟ هم قالوا كده؟ ايوه هم قالوا كده. ايوه منهم لله. يا فندم والله اكيد يا فندم كانوا يعني عايزين يمنعوا اللي زيهم من قصدي يمنعوا الحراميه من الدخول يا فندم زيهم. والله المفروض يا فندم نشجعهم بونبوني وستيشن، نشجعهم يا جماعه، نشجعهم فكهم يا جايدي. حاضر يا حاج ناصر. ادخلوا ادخلوا، ده ايه الغلب ده يا ربي؟ هي حصلت يا عم ستيشن انت وبونبوني؟ ايه اللي جابكوا هنا انطقوا؟ اخوك ميشو. اخويا ميشو ماله؟ جراله حاجه؟ ما تتخضش يا استاذ فطين، اخوك ميشو بخير بس مستقبله المهني في خطر. ومستقبله المهني في خطر ليه بقى يا عم ستيشن؟ اخوك ميشو نمره واحد في عالم الاجرام. يا عم ستيشن وطي صوتك شويه. تصور هيسيب عالم السرقه والاجرام ويتوب اللي خيره علينا. ايه وانتوا عرفتوا بقى منين ان هو هيتوب ان شاء الله؟ ميشو بعظمه لسانه هو لنا. الاول يا اخويا افتكرناه بيهزر، لكن انا والراجل ده بقالنا يومين بنراقبه شايفينه وهو داخل خارج في القسم مع البنت الظابطه اياها اللي اسمها ساره. طب وانتوا بقى دلوقتي يعني عايزيني اعمل ايه؟ اغصب عليه علشان يرجع حرامي تاني؟ نبوس ايدك يا فطين، احنا من غير اخوك ميشو انا والراجل ده نتسوح ما ترسيه. ايوه يا فطين احنا عارفين انك انت ما انتش راضي عن السكه البطاله اللي هو كان ماشي فيها دي، بس لو سابها بيوتنا هتتخرب. انت المتعلم الوحيد اللي في العيله، كلمه شغل له مزيكا. ايوه يا فطين رجعهولنا زي الاول. طب ما تتعلموا منه وتحاولوا تتوبوا انتوا كمان. ما ينفعش، اصلنا حابين الاجرام قوي، بيجري في دمنا مجرى الدم. حاضر. بصوا بقى، انا عايزكم تراقبوا اخويا ميشو وهو رايح وتيجوا تحكوا لي على كل حاجه انتوا شفتوها، وسيبوا بقى الباقي عليا، وانا اوعدكم ان شاء الله هقف جنبكم، بس بقى ممكن دلوقتي تتفضلوا علشان عندي حصه. يا سلام يا فطين يا اخويا، ربنا يقدرك على فعل الشر. جميلك ده مش هننساهولك ابدا. لو عايزنا نقلب لك المدرسه دي نقلبها لك. لا 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 متشكر متشكر، انا شايلكم في وقت العوزه. انت تؤمر. اطلعوا بره. اؤمر. ما هو ده الامر، اطلعوا بره. مع السلامه. ربنا يخليك لينا. امين. ربنا يخرب لك بيت يا رب. ماشي مع السلامه، مش عايزكم تيجوا هنا تاني. ايوه كده يا ميشو اجمد. الله يحفظك يا ميشو يا ابني، والله ما ضحكت زي دلوقت من سنين. المهم عم عرفان انا عايزك كده على طول، ما تتضايقش خالص. اصل انت هنا هتجيب منين آلي علشان تفرغ بيه ضيقتك؟ تعرف يا ميشو يا ولدي، ابني بدر
كان زيك كده، كان بدري منور. حكمة يا ولدي عايزك تاخدها من واحد زي ابوك. اوعاك الدنيا ضرك، اوعاك. طول ما انت حاسس انك قوي وتقدر تاخد منها اللي انت عاوزه هتضرك اكتر، لكن ساعة ما تنكسر هتعرف وتشوف الدنيا على حقيقتها. الزلمه خدته على بعض قوي. ميشو ما يتشبهش منه يا حضرة الظابط سارة، والله ده انا حبيته قوي. لا لا والنبي عم عرفان، بلاش حبيته دي، حاكم انت اي حد بتحبه بتقتله. اكرهني احسن. بس انا حبيتك قوي. سلام يا عم عرفان. بالسلامة يا بنتي. ميشو هتجيني تاني وتعاود وتزورني، ها؟ ان شاء الله عم عرفان، بس خلي بالك انت من نفسك. هستناك يا ميشو يا عالم، يمكن ما نشوفش بعض تاني. هجيلك عم عرفان، هجيلك. مع السلامة يا ولدي. سلام عم عرفان. ولا سوستة، صباح الفل يا كبير. اخبار الشغل ايه؟ كله تمام يا كبير. طب حط الشنطه دي على المكتب وسيب لي انا الزبونه دي. امرك يا كبير. يا اهلا وسهلا. عجبك البوكيه اللي عمله الواد ولا اغيره؟ انا بتهيألي احط لك ورد بلدي، اصل الورد بلدي البلدي يوكل، وانا بحب البلدي. انت مش برضه بتحب البلدي؟ بلدي جميل، البلدي هو فيه احلى. بلدي ايه يا سيكا وافرنجي ايه؟ سموره، سمورتي حبيبتي، كويس انك جيتي في وقتك، تعالي. انت جيت امتى؟ انا لسه داخل حالا. هو مش كده انا سوسته؟ اه كده يا كبير. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. امال الواد بتتكلم في ايه؟ لا انا بقول لها ان الورد البلدي شاح اليومين دول للسوق، اصل كده. طب وانت مالك، يشح ولا ما يشحش؟ ازاي مش شغلي يا سمورتي يا حبيبتي. انت انا سوسته، انت خلص مع الزبون، ما تقفش ترغي يا اخويا، تقعد تقول ورد بلدي ورد افرنجي. قول لنفسك، قول لنفسك. اتفضلي استريحي، اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. اهلا وسهلا. جبت لي فلوس انا قلت لك عليها ولا لا؟ طبعا يا حبيبتي اهم 150,000 جنيه بالتمام والكمال. مظبوطين ولا عدوهم؟ مظبوطين يا حبيبتي قلبي. طب انا مش هقعد كتير عشان عندي شغل كتير قوي في السنتر. ماشي، اتصل بيك كمان ربع ساعه الاقيك في البيت. اروح يعني على البيت فورا؟ طب بعد اذنك، بس انا هعدي على المحامي وبعدين اروح على البيت فورا. ما تتاخرش. حاضر، بس انت وانت ماشيه على مالك، عشان خاطري، عشان خاطر البيبي حبيبتي. ها بيبي؟ بيبي ايه اللي انت خايف عليه؟ بعد ما عكرت دمي وعكرت اعصابي. حقك عليا انت والبيبي، انا اسف لكم انتوا الاثنين. حقك عليا يا حبيبتي. ورد بلدي؟ ها البلدي، بلدي انا هطلعه على وشك البلدي. انا اسف. مشيت الزبونه، مشيت. صباح الفل يا معلم. ايه ده؟ ياما في ايه؟ ايه اللي جابكوا هنا؟ في مصيبه يا معلم. يا ساتر استر يا رب. طب اتكلم امتى على طول؟ انا مش ناقص توتر. معلش بقى يا فؤاد، خسرت الرهان. يا ستي الف مبروك، ولو اني لسه ما اعترفتش بالخساره. انت كسبت جوله واحده بس، لسه الماتش ما انتهاش. بس انا كسبت جوله مهمه جدا. وانا كمان كسبت. كسبت ايه بقى؟ كسبت انك اتقدمتي خطوه في موضوع رسالتك، وده معناه ان موضوعنا كمان قرب خطوه. بجد يا فؤاد هتبقى مبسوط لو انا نجحت في رساله الماجستير حتى لو انت ما كنتش مقتنع؟ ده سؤال؟ طبعا هبقى مبسوط. طب قولي بقى، عامل ايه في الشغل؟ سمعت كده ان في ترقيه جايه قريب؟ يعني بس ده يتوقف بقى على قضيه حسين المرشدي ورجال الاعمال اللي مشاركين. هو انت مسكت قضيه حسين المرشدي؟ هبدا اشتغل فيها من النهارده. انا متسكره قوي يا ميسو، ما تتصورش جوزي كان فرحان بيا قد ايه. صدق اخدني عزمني على العشاء وفسحني، وكل ده بسببك انت، بسببك انت، بسببك انت. ما تقوليش كده، صدقيني والله انت زي القمر، بس انت اللي مش واخده بالك. ميرسي. ويا ريت بقى تبقي كده على طول. قمر
سكر. بس اقول لك على حاجه، بلاش مرسي اللي انت قلتيها دي، الاحسن ممكن يقفل منك. ليه بس يا ميسو؟ واقول لك على حاجه تاني، ما تجيبيش اسمي على لسانك. قصدك ايه؟ قصدي يعني يا استاذه سهى انك تبقي بسيطه. بسيطه؟ اه، تبقي في البيت كده عروسه منوره. عروسه منوره؟ يبصلك تضحكي في وشه. لا مش قوي كده، تبتسمي بس. ايوه كده، تبقي زي القمر وبشوشه. بسوسه؟ ايوه. وبكده بقى يا استاذه سهى هتنسي اي مشاكل، فاهمه؟ ها؟ بسوسه؟ بسيطه؟ سمعة منورة؟ لا لا، عروسة. عروسة وانت ايه؟ سمعك ايه؟ بسوسة؟ بسيطة؟ ها؟ منورة. ماشي. ها؟ ايه الأخبار يا أستاذة سهى؟ بسوسة؟ بسيطة؟ منورة. برافو. بسوسة؟ بسيطة؟ منورة. يا أستاذة سهى، أنا قصدي أسألك يعني ميشو، ميشو عامل ايه دلوقتي؟ ميسو؟ لا، ميسو زي الفل، مش محتاج اي دروس خالص بجد، ما شاء الله عليه. ميسو بسوسه بسيطه منوره. عملت لها ايه يا ابني؟ هي مين دي؟ سهى دي كده. انا مش عايزاك تشكرني يا فاطين، لان ده شغلي واجبي وبقوم بيه، زي انت بالظبط بتقوم بواجبك، وساره كمان بتقوم بواجبها. بس انا سعيد ومبسوط قوي قوي لميشو يا دكتوره. حضرتك بقى يصحى قبلي. ده شيء جميل قوي، بس ده مش معناه انك انت دورك انتهى. لا، المرحله اللي هو فيها دلوقتي اصعب كتير من الاول. حضرتك يا دكتوره قولي لي ايه المفروض ان انا اعمله وانا هنفذه بالحرف الواحد. شوف يا فاطين، حاله ميشو اخوك عامله بالظبط زي المدمن اللي خف من الادمان. نعمل احنا ايه بقى؟ نبعد عنه أي مكان أو شخصية ممكن تجرجره تاني للإدمان، لأن لو حد قابله أو حد من صحابه حاول يرجعه تاني للإدمان، الحالة المرة دي هتبقى أخطر كتير من الأول. يا خبر أبيض، يعني هو قصد حضرتك إن أنا يعني أبعد ميشو عن كل الأشخاص اللي هما ممكن يرجعوه تاني للسرقة، أو الأشخاص دي يتغيروا وينصلح حالهم، مش كده؟ ايوه، هو ده اللي انا كنت عايز اقوله. ما تقلقيش يا دكتوره، اخويا ميشو عمره ما هيرجع تاني للسرقه طول ما انا موجود. وكما قال الإنس، الحياه قصيره، ان لم تستغلها ضاعت عليك الفرصه. مساء الخير يا فؤاد بيه. اهلا. ازيك يا فؤاد بيه؟ ازيك يا عمر بيه، عامل ايه؟ اتفضل. الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. ادي يا سيدي الملف بتاع سرقه فيلا حسين المرشدي، في كل التحقيقات وتقرير رفع البصمات. اتكلم بجد، الملف ده مهم جدا. برافو عليك يا عمر. ايه خدمة. سيجاره يا عمر بيه؟ لا ده كده كتير، وراها ايه دي بقى؟ يا سيدي ما وراهاش حاجه. ولا شكرا يا فاضل. بقول لك ايه، طبعا عشان الفيلا في دايره الاسم بتاعك، انت اللي قمت بالتحقيق في القضيه. بالظبط كده. قول لي بقى، شايف ايه؟ انس، انت اللي موقفك كده؟ وطي صوتك. ايه في ايه؟ اسمك جيت تعالى معايا وانا اقول لك. في ايه يا عمي؟ بس قلقتني، طمني. ابوك كان واقف قدام البيت مستني ميشو وهو هيتجنن، واول ما جه خده ودخل بيه على الشقه القديمه. انا خايف لا يكون عايز يرجعه للسرقه تاني، عشان كده كنت واقف عايز اسمع بيقولوا ايه. يا نهار ابيض، ده ايه الغرب ده يا ربي؟ ده لسه الدكتور عصمت محذراني من كده. طب والعمل ايه دلوقتي؟ العمل ايه؟ عمل ايه؟ اسمع يا عمي، انا هدخل كده المطبخ عندك وهنط من الشباك علشان ادخل عندهم واسمع بقى هما بيقولوا ايه. فطين فطين، خلي بالك لا سيد يشوفك يجي ينكد عليا انا. ربنا يستر. ايه ده؟ ايه يا عم؟ ربنا يستر، ربنا يستر. يعني انت جايبني هنا ليه يا سيد؟ عشان افكرك بايام ما كنت بعلمك اصول الشغلانه، عشان افكرك قد ايه انا تعبت وشقيت عشان انت تبقى وريث عيلتي الحاوي. انا مش محتاج تقول لي الكلام ده. لا ده انت محتاج، محتاج قوي بعد اللي انا سمعته. سمعت ايه؟
سمعت ان انت خلاص بطلت وتوبت عن الشغلانه يا ميشو. تخيل انت توبت عن الشغلانه وفوق ده كله كل يوم من بدري مع الضابط ساره اللي اخرتها ان شاء الله هتوديك في داهيه. مش هتوديني في داهيه ولا حاجه يا سيد، اطمن. دي بتحضر رساله ماجستير واختارتني انا علشان ابقى بني ادم كويس وابقى النموذج بتاعها في الرساله دي. برافو يا ميشو، برافو. اه يعني بتجرب فيك يا ميشو، وبعد كده يا عم النموذج هترميك للقطط. بقى هو ده ميشو، ده ميشو ابن سيد الحاوي، ده ميشو اللي عالم الحرامية كله كان بيعمل له ألف حساب. أديك قلتها يا سيد، عالم الحرامية. أنا بقى عايز أخرج بره العالم ده، وبرضه الكل هيعمل لي حساب بس وأنا محترم. ياه، من يومك وأنت طالع لي يا ميشو محترم. بيتهيألك أنت لو خرجت بره أبوك وبره شغلك جدودك عمرك ما هتبقى محترم يا ميشو. وعندك فطين اخوك وعمك انا اسمهم قدامك، دول محترمين. الله يسامحك يا بابا. على العموم احنا لينا بالنتيجه يا سيد، واطمن انا هبقى كويس وكويس قوي كمان. ده بيتهيألك وربنا بيتهيألك يا ميشو. عموما انا هسيبك تلعب زي ما انت عاوز، بس انا هفكرك اني حذرتك يا ميشو وانك خرجت عن طوع ابوك. ورحمة أمي يا أبا ما تزعل، أنا عايزك تطمن، أنا برضو ابنك ميشو. الحمد لله يا ست الكل، ما تقلقيش انا محافظ على الوصية تمام. انا عايزك بس تدعيلنا كل حاجة هتمشي مية مية وزي ما انت كنت عايزة واحسن. وصيتك انا بنفذها بالحرف الواحد. يلا بقى تصبح على خير. النهاردة ميشو قدر يرد على ابوك، انما بكرة ولا بعده ممكن يضعف. ده غير زن بومبوني وستيشن، دلجوني لحد هنا وترجوني ارجعه للسرقة تاني. يا خبر ابيض، هما جم لحضرتك انت كمان كده؟ الضغوط بقت على ميشو من كل ناحيه. بس ما تقلقش يا عمي، ما تقلقش، انا في دماغي ملعوب، انما ايه، هخلي لك بابا ينشغل تماما عن ميشو. ومش كده وبس، لا، ده انا هبتدي في تغيير بابا هو كمان وبنفس طريقته. ويبقى كده يا عمي نبقى ضربنا عصفورين بحجر واحد. وكما قالوا قديما، مشكلات طائر لا يفهمها إلا طائر مثله. بابا أنا بعد ما قعدت فكرت كده مع نفسي وفكرت وفكرت، اكتشفت إن حضرتك كان عندك حق. علشان كده يعني أنا قررت إن أنا إن شاء الله إن أبقى حرامي. يا بابا أنا نفسي أبقى حرامي يا بابا. بقول لك إيه يا رنت، امشي من وشي دلوقتي، أنا مش فاهمك. بابا يا بابا بس افهمني بس، ده انا كنت مستني الفرصه دي من زمان يا بابا، صدقني. وما صدقت ان ميشو ساب كار السرقه الحلو الجميل ده وقال ايه، عايز يبقى محترم الحلو. يا بابا جربني، ده انا هشرفك، ده انا هبقى حرامي سوق، بس جربني. عارف يا انت لو ما مشيتش من قدامي هخرطك زي الخياره. يا بابا يا بابا، التفريق في المعامله ده ما يرضيش ربنا يا بابا. انا حضرتك يعني اشمعنى خدت ميشو في حضنك من صغره وعلمته اصول السرقه والاجرام؟ قال لا، هو انا مش ابنك يا بابا يعني؟ يا بابا جربني، ده انا قاري وعارف اكتر من 560 الف خطه سرقه يا بابا، لسه عزير ولسه ما نزلتش مصر. يا بابا فهمني يا قادر، ارحمني يا بابا.
يا بابا انا مش طالب غير حق يا بابا، وحقك عليا كأب انك تعلمني. يا بابا انا اسف، انا عارف ان انا زعلتك كتير وضايقتك اكتر، انا علشان كده يا بابا جاي وندمان وبتوب على ايديك وعايز ابقى حرامي، عايز ابقى حرامي يا بابا. وانا بوعدك يا بابا ان انا مش هرجع لسكة الحلال دي تاني خالص. خلصت؟ يا بابا. طب خش شويه. يا بابا.